ساعتنا الثانية من استيقين، مرحبا باللي التحقوا بينا الكل، ما فاتكم شيء، تلقاو الفيديوهات الكل موجودين على باج دي وان 30، باج دي وان اف ام والشين يوتيوب، وبتبيع السيت ويب www.dwanfm.net. ضيفنا هدي زعيم، خليوا أسئلتكم على باج انستغرام ديوان، وهي بارش أسئلة باش نحاول من بعد ناخو منها شوية. هدي، حكينا في البارتي الأولى على البدايات، رجعنا ل 98، نرجعوا لليوم تقريب زوز مواسم وشوية، وهذا الثالث يعني في فكرة سامي الفهري. سؤالي، شنو اللي تغير في الفكرة ما بين سامي هو المحاور ومن بعد هدي هو المحاور؟ اللي تغير في المحتوى حد شيء، لأنه المميز شنو؟ المميز البرنامج كما كلام الناس هو قوة الإعداد، المعد هو اللي يحكم في البرنامج بما نفس الروح نفس الجو، لأنه سامي كان مناشط فقط، أنا كنت المعد، دونك باش تلقى روحي موجودة حتى في الأسئلة، حتى في الألعاب، حتى في الفقرات متاع البرنامج، دونك ما تبدلش حاجة كبيرة. سامي كان يضيف حاجة، سامي ديناميكي أكثر مني، سامي عنده يحب يتحرك أكثر مني، سامي يتفاعل في الألعاب أكثر مني، أنا خجول، عندي أكثر البيرو أكثر الحوارات. سامي أكثر يمشي للديفيرتيسمون والشو ونقطة قوته بالأساس، ومع الحوارات على خطر ده كيف الحوارات السياسية، خطر كلام الناس، خطر فكرة سامي فهري كانت جزء الأولاني، كانت تذكره مليح مع سامي، كان فيها جانب سياسي مهم جدا، وفيه عمق وفيه قوة استدلال وقوة تحليل وخلفية باش ترد على ضيوف، أنا ما هوش هذاك. لا تستهويك الحوارات مع السياسيين، لا تستهويني ولا أرغب فيها. هو هذا بالضبط اللي تبدل، الحوارات السياسية تنحات، ودي ما يتكتب ولا على مواقع التواصل الاجتماعي، كل ما يثير الجدل في الأسبوع لازم نلقاوه في فكرة سامي الفهري، تلقاه ستاتيو، معناها الخبر هذا الدار برشا استناو مش تلقاوه في فكرة سامي حاجة الفهري. حاجة بيه بحدود، مش أي حاجة عملت البوز باش نجيبها، مش أي حاجة، معناتها كان تلوج تلقى، معناتها فما برشا ضيوف ما جاوش عندي من نجمات الإثارة أو نجوم الإثارة، عمرهم ما جاو عندي، عمرك ما تلقاهم معي، ما نحبش نسمي خطر يمكن في المستقبل ينجموا يجيو لو هما قدموا منتوج أو عندهم رسالة نجم تفيد الناس شوي. بما معناه ضيوفك اللي موجودين عندهم منتوج وعندهم رسالة ضيف للناس حتى شوي، وحتى لو كانت ترفيهية، أنت فهم البعض اللي يعتبر أنه مغني عندي أنا المغني، برشا مغنين أنظف من برشا سياسيين، وكأنه فهم رقي متاع السياسي على المغني، وكأنه وحتى بعض المغنين اللي يعتبروا معناتها شخصيات بيبول واللي يقع انتقادهم بشكل كبير على لبستهم وعلى، وأنا معناتها من حبش نجي نظرة كان على الملابس وعلى الشكل، حياتهم وطريقة تفكيرهم قديش تفيد الناس، يبدو جايوا من بعيد وصلوا حقه حاجة، قديش من 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 شخص يعتبر روحه هو قاعد بعيد، أما عمره ما يوصل نهار يقعد تحت الضوء ويولي ممثل ولا يوثل ولا يولي مقدم ولا يولي مغني، فحياتهم وحكايتهم مهمة جدا جدا جدا. حواراتك بمثابة المشي على البيض، تتوغل في الحياة الشخصية، تخرج الكلاشات، البعض هذي يعتبر هذا غير مهني ويقول لك راهو ما يفيد الناس في حتى شيء. توا معناتها أنا شفت نوعية الأسئلة هذوما، ما يستوقفونيش على خطر حاجة، معناتها في بوكو داف يتقال كلام هذا يسمعه برشا. نبدأ بالحياة الشخصية، أنت كده معناتها فضيحة بيل كلينتون
يا أخي سي إن إن تحكي عليها، بي بي سي تحكي عليها، القصر الملكي البريطاني، إهم فضائح شخصية، هان يقع تعاطيها في وسائل الإعلام. في وسائل الإعلام أعطيني وسيلة إعلامية ما تعطتش في الشأن هذا. باش تفسر في تونس اليوم ديما فما حنين للماضي لتلفزة زمان، ويقول لك اليوم المشهد الإعلامي متاع اليوم ما نلقاش فيه روحي برشا، نحب نرجع للمنوعات متاع حنين أكبر. حنين مفعول الحنين، كما شوف لي حل، شوف لي حل الناس تتفرج فيه بمفعول الحنين، لأنه شوف لي حل. أنا سفيان الشعر اللي رحمه كان يجيني للستوديو يبكي يقول لي راوي يسبوا فيا، راوي يقولوا لي بطل قص نحي، راوي اللي تعمل فيه تفاهة. أنت لو كنت تقرأ العناوين خسارة، ما كانتش فما جرايد، ما كانوش مرقمنين. تقرأ العناوين اللي كانت تكتب على شوف لي حل، أوقفوا هذه المهزلة. أنا نتذكر عنوان على شوف لي حل ثلاثة، متى ستتواصل هذه المهزلة سفيان الشعري لتذهب أنت والمجموعة إلى الجحيم. وحتى نجيب الخطاب وقتك، وحتى نجيب الخطاب رمز التفاهة ورمز الواحد والكباري، وباسكال مشعلاني جابها ويخي بلكش منعوا هما، ولا حاتم بن عمارة، ولا معناتها يخي هما كانوا أبناء جيلهم مع فناني جيلهم. بلكش أنا عندي الصنباتي وعندي أم كلثوم وعندي فيروز وعندي، ومشيت جبت ناس أخرين. أنا جيلي والناس اللي موجودة وأنا معصرها نجيبها، هذا كشنو هو؟ والأخرين عندهم جيل. نجيب الخطاب ما كانش عليه إجماع، ومرة عديت مقال مع عبد الرزاق الشابي مع عبد الرزاق الشابي كيفاش نجيب الخطاب كان يتهم بإفساد الذوق العام، بهذا ما اللي تقول فيهم الكل، والحياة الشخصية وإفساد الذوق العام والتفاهة ووقتها ما كانش فما، كان الطرب موسيقى طاغية مش كيما تو طرب مشي ونقص، ما عادش ناس تغني طرب، حتى اللي يغني طرب يغني طرب زمان، حتى كي تخمم شكون ناس تضيف تعجز ساعة تعجز تلوج. عندي سؤال هلامي، حسب رأيك لو نجيب الخطاب اليوم موجود في المشهد الإعلامي، تعتقد كونه يحافظ على نفس الفورما ولا يقدم ما يقدمه شوية هادي نوفل عبد الرزاق غيره؟ نجيب الخطاب كان مجدد وسبق عصره، يمكن يفوتنا احنا في الأفكار عندها ونجيب الخطاب كان تعتقد اللي هو يعمل باباراتزي مثلا؟ نتصور عمل، انت كنت تبع نجيب الخطاب عمل برشا حاجات اللي كانوا ثوريين، مش بالضرورة باباراتزي فقرة كيما هكاكا، اما نجيب الخطاب راهو كان سابق عصره، يعمل مجدد. ما يعمل اللي ما يتعملش، معناتها شكون يدخل شريف علوي بحصان في بلاتو؟ ما هو البوز هذاك، شكون كان يدخل فنان ويطيح والطيحه تتعدى؟ نجيب الخطاب، وبالعكس معناتها فاهم التلفزه، وفما جانب من الاثاره يلزمنا نخدموا عليه ولا يصبح البرنامج ممل. انت تشوف مثلا مقهى ثقافة ويعملوه ممل، إذا أخافت والموضوع عميق أما طريقة الطرح متاعه متشدش الشاب وما يحكيوش عليهم البرامج هذه للأسف. باه نحب نسألك هذه، قديش تستجيب لرغبات ضيوفك إذا حاجة ما يحبهاش تتعدى عنوان؟ نتذكر حكيت اللي قلت الهدف نضويه على الضيف على الحاجات المميزة، وإذا حاجة تخلقوا ما تتعدش. أكيد عمري ما أو كضيوفي قدامك الكل اسألهم قلهم هل النهار طلبت أنه سؤال يتنحى وما يتنحاش؟ هل النهار طلبت أنه تصريح قلته أشو في المسجل وما تعدش؟ هل النهار هادي زعيم خان اتفاق بينك وبينه؟ ما هيش أوتوسانسور، ما هيش احترام، ما هيش أوتوسانسور. أنا جايب الناس مش باش ندمرهم، أنا جايب الناس باش ندمرهم ولا باش نبكيهم ولا باش نعمل بيهم بوز، أنا جايب الناس باش نحكينا وياهم لو موضوع يحرجوا، لو موضوع يزعجوا. إي فما ضيف يجي يقول يا أخي الموضوع هذاك بربي كان تجبده لي ولادي يسمعوا راني باش نتحرش. ولكن لأي مدى؟ إلى أي مدى؟ كنت صغير كنت نعمل ما يهمنيش، أما كي كبرت ندمت، قلت يا أخي أنا نبني في شهرتي على أحزان الآخرين، نبني في شهرتي على مقاس الآخرين، أنا عندي حقائق على نجوم
حاجات خطيرة ياسر وما نتجرأش نحكيهم للناس في الأوف مش في الآن. به هذه يتهموك بتوجيه الذوق العام، بمعنى تركز على اسم حضوره يكون مكرر في ضيوفك في البرنامج، فكرة سامي 90 دقيقة في الراديو، أو تركز على نمط موسيقي معين ويكون هو تندانس ونخو الراب تحديدا تبجلو على البقية. رامي حاول كيف تسألني، اسألني سؤال موجه مش نجم نجاوبك، لأن تقولي أسماء وبعد تقولي راب مثني تولي جريدة. به ناخذ النمط الراب. نمط الراب به الراب. الراب عرفت إنه الراب موسيقى باش تتسمع ويقبلوا عليها الناس قبل الغيم. شفت كي تكلم الدنيا شاوش وقتها فهم جروب اسمه التيمان، احنا عام 1998 جبتهم عملوا معايا الإذاعة وبدأوا يغني وقتها، و2011 لما صارت الثورة و2003 وقت اللي طلع بلطي، وقبلهم 2009 مع سينما هف ما همشي يعملوا في راب، ما يعملوا في موسيقى أخرى مختلفة. فما موسيقى شبابية طالعة ماهيش راب. ساعات الناس كل أي واحد جون طالع حطت موسيقى موسيقى ماهيش بحث حبيبتي تحلى السهرية يولي يعمل في راب، وهذه غلطة. هذيك فما فيها البوب، فيها اللاتينو، فيها الريغيتون، وهي موسيقى عصرية، موسيقى شبابية. الموسيقى هذه جاها شباب مش مدعومين، استغلوا منصات نتاع التواصل الاجتماعي واستغلوا المنصات الرقمية وهبطوا موسيقتهم. شوف انت في غناية تعمل في 3 ملايين و 4 ملايين والناس تحبها والناس تحكي عليها، ما نجيبوهمش. ثم ما فهمتش انا، وكأنه انا واحد الوحيد اللي به. لو انا غلط، انت ضيف اليوم. لا لا، لو انا غلط علاش كل بلاتوات تجيب في اللي رابر يقتديوا بيك؟ أخي أنا قدوة، أنت الأنجح. أنا الأنجح بالأرقام. أنا لو أنا الأنجح، هل أنا الأفضل؟ هل أنا يلزم يقتديوا بي زملائي؟ توا أنت تقول لي غلط، أنت مش تجيب في الرابرات، يخليني غلط علاش أنت تجيب فيهم زادة؟ به وتستعمل في أسئلتي وتستعمل في معلوماتي، وقلت في البرنامج وقلت توا أنا تقول لي أنت غلط. حدد هذه لشكون هذا الكلام موجه؟ للناس الكل الجي قدو يلبس به في الراب بيدو ولات مشاكل صنفرة على كفة والبقية في كفة أخرى. مش صحيح يتقال الكلام هذا. مش صحيح. تو أنت تقولي صنفرة على كفة والبقية في كفة، والآخر يقول لي علي في كفة والبقية في كفة، والآخر يقول لي كلاي في كفة والبقية في كفة، والآخر يقول لي بلطي في كفة والبقية في كفة، والآخر يقول لي سمارة والدبلادك في كفة والبقية في كفة، والآخر يقول لي شكون كملناهم الكل كاسترو في كفة. هم أصحابي، هذوما ناس كبرت معاهم وكبروا معايا، هذوما أصحابي، هذوما ناس قرب مني، نعرف بداياتهم، نعرف مشاكلهم، يحكيوا لي، هزوا التليفون يقولوا لي بربي هاد باش نسألوك باش نشاوروك الكل. فعيب أنه نربطوا العلاقة هذه بواحد برك ظالمة. نخو علي مثلا، علي يتقال هذه خرج على طوعك عمله ولا ما نشوفوش ويتعدى في البرامج المنافسة السنة، يبدو كونه فما صلح وبديت به الموسم. شوف علي تعدى برشا معايا والناس ولت علي صاحبك علي صاحبك، وانا تعلمت انه الناس وخذيتها قاعدة، الناس اسمحهم اما ما يواجهوكش. قلت له تفهمنا انا وعلي، قلت اوكي علي معناتها اخدم أنت نقلوا من الظهور. اتفقتوا يعني نقلوا من الظهور، ما كانش فما خلاف، ما كانش فما، ما نتخلفش معاهم أنت. ريت مع حتى الفنانين كل ما مش رابر، ما عنديش خلافات مع أشخاص ولا قليل، نادي جدا. بلينغوس كان ما يتعداش معاك ألفا كيف كيف، خرجوا تكلموا في الإعلام، شفناهم الموسم هذا. مش صحيح. بلينغوس اتفقنا باش شي تعدى معايا، هو صارت له حاجات ما حضرش، من بعد عمل اباريسيون في تلفزة اخرى وقتها في التاسعة، قلت له يزينا من بعده شوية.
كيف يقرب باش نعيط له وين نلقاه عاود رجع على ونقول له ما نجموش خاطر هو يعمل غناية يتعدى بها فهمت دونك نقول له ما يلزمش سامدي سوار يشوفوك هنا بعد بجمعة يشوفوك في قناة أخرى باش تعاود نفس الكلام دونك اتفقنا قلت له نعملوا قال لي بالك شيء أنت بتحبنيش ولا قلت ما فهمش ليه فهمش نحبك ولا ما نحبكش بالعكس معناتها يعمل في موسيقى باهية يكتب مليح أغانيه ناجحة مرحبا باه فما بلاك ليست في ضيوفك هادي أسماء قول بصراحة غير مرحب بها في الفكرة ما عنديش بلاك ليست وهنا حتى في فما في دوكيومنتير على نتفليكس دافيد ليترمان واحد من أشهر المنشطين في والمقدمين بتاع البرامج في العالم بالنسبة لينا مثال يحتذى به يلزمني أنا 5000 سنة ضوئية باش نوصل كيفه السيد هذا يحط الضيف متاعه قدامه لا ورقة لستيلوة يبدأ يحكي معاه ضيفته الأولى شكون كيم كارداشيان ضيفة الأولى كيم كارداشيان تعادل مريم بن ملاهم متاعنا رهوة تعادل في أمريكا كيم كارداشيان هي مريم بن ملاهم لو ناخذ نقص المقاييس معناتها بالنسبة للأمريكان أي كيم كارداشيان ينظروا لها الأمريكان على أساس أنها مريم بن ملاهم ضيفه الثاني شكون بيل كلينتون ضيفه الرابع كاني ويست رابور اللي هو رجلها يحكوا معهم على العنف الزوجي وكيف رجع لي هذه البلاك ليست حابش نفسر لك الضيف الخامس باراك أوباما باش تفهم ما عندهمش عقدة الضيف مشكلة الحوار مشكلة الطرح مش الضيف هو مشكلتك انت الضيف هذاك شنو عملت بيه ماهوش جبت اكس ولا ايغريك ولا هذا ولا ذاك رب ضيف جيد خرج بحوار سيء ورب ضيف يبدو انه مطيحوا له قيمته وعملت معاه حوار هايل برشا به اسماء تتكرر في نفس الموسم وعندها حظوه ديما موجوده في البرنامج خليني نكمل اللي يتكرروا باش نربحك الوقت واسماء ما تجيش ما نشوفوهاش الاسماء اللي ما تجيش هي اسماء نقترحوا عليها لكن وقت اللي يقول لك انا مثلا انا ما نحبش امينه فيخ تجيني انا ما نحبش نجات عطيه تجيني انا ما نحبش قبل السيده نعمه الله يرحمها تتعدى معايا ما نحبش لطفي بوشناقي يجيني لكن فما شكون يقول لك يا اخي انا تو مش حاضر انا التلفزه تو ما تهمنيش نور الدين الباجي قريبا جدا يكون معايا رشدي علوان انيس الطيف سميه الحثروبي منجي العوني غانم الزرلي مريم بن شعبان والقائمه طويله هذو ما شفتهمش معاك في فكره سامي فهري لو تعاود انت بالواحد بالواحد اقول لك كل واحد كيفاش الكل هذو ما اتصلت بهم الكل اتصلت بهم ثم ونحكي اذاعه وتلفزه خلي فرد مره خاطر خليني في التلفزه خاطر مثلا منجي العوني عنده معناتها كي باش نجيبه على عمل لانك لو تجيبه ماهوش على عمل باش تجيبه باش تاثف بيه يزبك تخلصه انا نجيبك على عمل انت جاي باش تروج عمل جبته وقتها في الاذاعه عديت حصه رائعه جدا في رمضان مريم بن شعبين كلمتها مش حاضره تو قالت لي مانيش حاضره تو شكون اخر سميه الحثروبي قعدت في قلب سميه اكيد وسميه تعمل حاجه جديده مرحبا بها هشام النقاتي كيف قالها قداش من مره هشام النقاتي المشكله نتاع هشام هو كثره الظهور وانا ما نحبش الضيف الذي الناس تشوف في كل بلاصه هشام النقاتي اول توا في الجمعه هذه شفته هنا في الحوار ما هوش محروم من الظهور به نقفل بالسؤال هذا هادي على اي اساس تختار ترتيب ضيوفك احيانا يكون على اساس الحلقه شنو هي معناتها ساعات على اساس الجمهور المستهدف مثلا كي تبدا عندي مثلا فن شعبي ولا حاجه فضل عادي في النص ساعه ثانيه الاغاني اول السهره الناس تسمع اخر السهره الناس ما عادش تحب الكلام من ال11 يحبوا يسمعوا مزيكا يحبوا اكثر يسمعوا اغاني اما اول السهره كي تبدا عندي مثلا حوار في جانب انساني في جانب دقيق في جانب تعطيني وذنك الخدمه من الاول منيا البجاوي شادلي الحاجي منصف عبلة عبد الوهاب الحناشي أحمد الماجري وغيرهم تعدوا في آخر الحلقة
استنينا مونيا البجاوي أو شادي الحاجي، ولكن كي يتعدى في الأخر يغشش الجمهور ونتصور نعتقد يحز في نفس الضيف. هذا اسمه تلكيش فارغ. علاش؟ لأنه مونيا البجاوي لما تعدت 11 متعليل، 11 متعليل وقت كونفيدما وسهرت سبت، بربي شكون يرقد نهار السبت 11 متعليل؟ بربي شكون يرقد نهار السبت 11 متعليل؟ ما تغشش حتى حد؟ حتى حد، ما عندي حد. وكل الضيوف نكلمهم نعلمهم زيدا نقول وراء وانت تعدى في الوقت هذا عندك اعتراض عندك مشكلة عندك حاجة نسكل به. خلينا نخرجوا فاصل قصير ومواصلين ضيفنا هادي زعيم هادي ستايئين.